حسين ولمة الزوار ما عاش يذلك وبن حامد جار يا حسن المجتبى ما عاش أول شيء إحنا طالعين هنا دعما للمتظاهرين، يعني إحنا بالمستشفى دوامنا متفرغين هنا لدعم المتظاهرين، تقديم إسعافات أولية، وشغلة ثانية مثلا تكمل المظاهرات نبقى هنا يعني نخلص إسعافاتنا الأولية، نبقى ويا المتظاهرين دعما لهم، جايين مثلا إحنا هنا لإسقاط النظام، تغيير النظام وهذا، ويانا أطفالنا يعني هماتين مو بس إحنا طالعين، ودعم إخواننا المتظاهرين هماتين. يعني كنساء لازم نكون احنا متواجدين يعني ويا اخواننا المتظاهرين هنا، احنا يعني مو بس انا مثلا، هواي طلعت نساء دعم اللي من عندهم مثلا يشاركون للطبخ خبز هنا، احنا مثلا دعم لتقديم العلاجات للمرضى، احنا طالعين لتغيير النظام، تغيير البرلمان كله وتغيير الحكومه. أطالب بحق حقوق الأطفال الآخرين، إذا كملنا دراسة هم ما كنا نبقى على هذا الجيل ما كنا تاعين، وأطالب بإسقاط الحكومة وعد الشعور ورد أقدمه رسالة إلى جميع دول العالم، مسيت العافية شلونكم زيانين، عدكم كهرباء ووضعكم زيانة، إحنا أهل العراق العدنا بالصحزة وتاكل بالوطن وتكفر بدينه، مسيت العافية شلونكم زيانين، عدكم كهرباء ووضعكم زيانة، احنا اهل العراق العدنا بس احزاب تاكل بالوطن وتكفر بدينة، احنا العدنا حابة وطفت مدري شلون، احنا العدنا حابة وطفت مدري شلون، لا جابت حقوق ولا صافينا، احنا العدنا خمس وجوه للسلطان ننتخب لحد ما تنترس عينه، لا احنا شعب، لا احنا شعب نفهم حج البيبان ولا نعرف السرق يبوق حامينا، رحنا نجيب حقنا من الحرام الباق، رحنا نجيب حقنا من الحرام الباق، شو سد ابوابه بقفل سرقينا، رحنا نجيب حقنا من الحرام الباق، شو سد ابوابه بقفل سرقينا، هم عدكم شعب، هم عدكم شعب ما مفتهم شي يريد، لا ماخذ بحلقة ولا مسكتينة، رحنا نجيب حقنا من الحرام الباق، سد ابوابه بقفل سرقينا، لا سكتنا عليه ولا كسرنا بابه مثل صهوة السكارة وطفت رجلينا، هم عدكم شعب ما مفتهم شي يريد، لا ماخذ بحلقة ولا مسكتينة، احنا اول شعب عدنا الرصاصة تعيش، احنا اول شعب عدنا الرصاصة تعيش، نتكاتل وجرح الوطن دم مجفور. انت شلون تختبرون اصدقائكم؟ تشوفهم مصلحة شي لولا؟ انا اختبرهم بحب العراق، اذا اشوفه يحب العراق ماشي، قلت خل اجرب اثنين من جماعتي، غلطت على ايران قمت واحد سب ابوي وعشيرتي، غلطت على العراق ضحكوا بوجهي، رحت لابوي مهضوم، قلت لابوي هيك الموضوع، قال لي انت وين عايش؟ قال لي انت وين عايش؟ قلت له انا عشت بوطن مسلوب خاتشيته، قلت له انا عشت بوطن مسلوب خاتشيته، يندل الحرام وقاعد ببيته، قلت له انا عشت بوطن مسلوب خاتشيته، يندل الحرام وقاعد ببيته، وطن وطن بس للدعاية بهوسته يصفق، واكو بيهم الخاطر حزة من يختاب خط احمر ببابك باكر يتوقق، واكو بيهم الخاطر حزة من يختاب خط احمر ببابك باكر يتوقق، وطن وطن بس يعرب يحارب،
وطن بس يعرف يحارب، وإذا شاف السياسي بيوق لا يحرك ضمير أو لا يشارب. وطن بس يعرف يحارب، وإذا شاف السياسي بيوق لا يحرك ضمير أو لا يشارب. وطن دم رخيص وطاح، وطن دم رخيص وطاح، بنزغة طفل بعاشق انفجعت، بأم اختنق بيها التابوت ودرعته، بأم اختنق بيها صدرها ودرعة التابوت، بتعداد موته وحلم لعابات، بجدول ضحايا وسراية موت. وطن بيبان للغربة، وطن بيبان للغربة، سم بشف سياس وناس نتشربة، سم بشف سياس وناس نتشربة. الوطن قبله، الوطن قبله قبله صلاة الناس للتومان، الوطن قبله صلاة الناس للتومان. بصدره أكبر جريمة، بصدره أكبر جريمة، وقبه بيها هواي من ذول الخذة ولقمة تامة وخضره بالعام. بصدره أكبر جريمة وقبه بيها هواي من ذول الخذة ولقمة تامة وخضره بالعام. وطن بيكم زليخة، وطن بيكم زليخة، وبلحظة التصويت وباخر محطة تحول الدولار. وطن بيشم زليخة، وبلحظة التصويت وباخر محطة تحول الدولار. دلوني دلون بوطن يتلمس جروح وصير إنسان، دلون بوطن يتلمس جروح وصير إنسان، دلون بجامع تستحي من الله، وإذا أراد تأذن كون تبع للسياسي ونعم للفقرة. دلون بجوامع تستحي من الله، وإذا أرادت تأذن كون تبع للسياسي ونعم للفقرة. دلوني دلون بوطن يقرأ جناسين بفرد نبرة، يقراني سني شيعي يهودي، دلون بوطن يقرأ جناسين بفرد نبرة، يقراني سني شيعي يهودي، نبرة وحدة عراقي. اشكبر همي ونسيت اسمي، اشكبر همي ونسيت اسمه وهويتي ودفتري، ونسيت انا بوطن رخصة برخص دمي، نسيت انا بوطن رخصة برخص دمي. ولكن هذاك الرقصة ندلال على جمر الليل وتبدن، ولكن هذاك الرقصة ندلال على جمر الليل وتبدن. الخذوا منا محابس، الخذوا منا محابس، وتشوفوا فعراض والهسة ولا ردن، الخذوا منا محابس وتشوفوا فعراض والهسة ولا ردن. معقولة معقولة أنا ابن الفزعة جبت تابوت للموصل وقالت ابني للوطن غالي؟ معقولة أنا ابن الفزعة التابوت للموصل وقالت للوطن غالي؟ والهسة السياسي بوق ونعرف الرصاصة منين وسترتش التالي، والهسة السياسي بوق، والهسة السياسي بوق ونعرف الرصاصة منين وسترتش التالي. خلصنا العمر مولاي، عندنا 65,000 قائد بالعراق، خلصنا العمر مولاي كل احنا بخدمتك. يا متى نصرخ لا لا لا، ما نريد ان وطن تتفرهد هدومه. استشهدت وتغربت وتدمرت مره، وراح اصرخ واذن حيل غصبا على الجوامع والكنايس والحسينيات. تبا للسياسي ونعم للفقرة، وشكرا لكم. من يوم 25 لحد هذا اليوم ثابتين، ومطلبنا هو شيء واحد. احنا لين شعب انظلمنا هواي، فهسه وصلت حدها يعني نصيح كافي. احنا نريد مطلبنا هو مطلب الشعب العراقي شيء واحد، هو استقالة الحكومة بالكامل. احنا مو انه عادل عبد المهدي استقال انه نرجع لبيوتنا وكفى، لا، احنا مطلبنا استقالة الحكومة والفاسدين بالكامل، يعني بين قوسين تحت النواب والرؤساء تحت قبة البرلمان والخضراء، نريد استقالتهم بالكامل. هاي اول شيء، لان احنا ضحينا، كان احنا مطلبنا قبل شيء اشياء متعددة، بس هسه من اعطينا شهداء هواية، اخواتنا واهالنا، وخاصه بالناصريه وبغداد، اولا بالنجف الاشرف،
فاحنا طلعنا شهداء هوايه. زين هم انتم السياسيين ما عندكم تلفزيون، عيب التلفزيون صار قديم نقول ما عندكم تواصل اجتماعي، انتم اصلا لب التواصل الاجتماعي لان شنو فلوس وكذا، فتوصلكم اول باول قنوات لكم، بعض القنوات الفاسده اللي تشملكم، فانتم توصل اول باول لكم. زين انتم ما تشوفون هذا شاب ذاك اليوم شاب بالناصريه توفى عنده 7 خوات، زين هاي ما يفكرون عنده 7 خوات وين راح يروحن؟ هو المعين الواحد وطلعوا على اكثر من قناه له، هو المعين الواحد وراح، زين 7 خوات وين راح يروحن؟ ما عندهم. احنا ضحينا ولدنا وشبابنا من داعش لحد هسه طينا ضحايا. اتحدى مسؤول اتحدى مسؤول شاب من عده قطه ظنى اتحدى. فاني رساله من عندي كشاب عراقي ومتظاهر مواطن من الحلة، أعطيهم رسالة إلى الدول الفاسدة اللي أثرت على العراق وسببت الدمار بالأول اللي هي أمريكا وإيران. فحب ألقى هذا الشعر لكم. أمريكا صدق سقط الصدام بس لفت علينا شلون قايش، تسرح بالقنافذ خلت الناس وحكمنا كان يسرح بالهوايش. من طاح حظ الوقت، اي والله من طاح حظ الوقت، ذول اللي يحكمون كان بلش الفقر لاطش، خيرهم قبل من كان بيران على كلاوات والتقفيص عايش. خيرهم قبل من كان بيران على كلاوات والتقفيص عايش. هسه قصور عندهم بالامارات ويصيفون كل عام مراكش، يفرشون الموائد الشريفات وابن الملحة على التبليط فارش. احنا مطلب الشعب خلي يفتهموا، احنا جاي نحكي بالعربي لا ايراني ولا امريكي، جاي نحكي نقولهم يابا اطلعوا انتوا نفسكم. حتى اكو كتل سياسيه واحد قام ينافق على الاخ وواحد يسولف، الكتل السياسيه ما اريدها لان هم خراب الشعب، والاحزاب هم خراب البلد، والبرلمان هم نفسهم البرلمان اللي اجى الدستور هسه من برا هم دا ينفذوه علينا على الشعب، هو نفس الدستور فاسد لان هم نفسهم اعضاء البرلمان الموجودين هم نفس الوجوه صار 16 سنه يحكمون هذا الشعب. ونريد حل مجالس المحافظات لان شكو محافظ عده عصابه فدلف 500 هم باقوا الجسمه، وحل الاحزاب واحنا ان شاء الله باقين. الله شاهد من يوم واحد بالشهر، من يوم واحد بالشهر وصارت مال الزياره وقطعنا التظاهرات و25 اكتوبر رجعت وان شاء الله باقين. هو الشعب انتفض لان طلع لان عرف هاي الشغله باطله، عرف دول الاحزاب، عرف دول الكتل السياسيه، واحنا ان شاء الله المحافظات ان شاء الله الساند بغداد، والله شاهد ناس دا تروح لبغداد وناس تبقى بالمحافظات على مود ما يسقطون التظاهرات بالمحافظات. احنا نشكر كل قناة شريفة اجت للمظاهرات بالعراق وبابل، كل فضائية اجت ونقلت الواقع مال المواطن من ساحة التظاهر. احنا طلعنا قبل 4-5 سنوات ولحد الان كنا نطالب باصلاحات، هسه بعد ما نريد اصلاحات، اصلاحاتكم كذب، بعد ما نريد اصلاحات، نريدكم نهايتكم واسقاط الحكومة وانتهاء، ونريد حكم رئاسي لان اصلاحاتكم فاشله. احنا ترى مو همنا عادل عبد المهدي، معودين والله مو عادل، 100 عادل يجي، احنا همنا الكتل والاحزاب باقت العراق نهبت، دستوركم فاشل، مفوضيتكم فاشله، برلمان فاشل، رئاسه الوزراء فاشله، رئاسه الجمهوريه فاشله،
كلكم فاشلين، القضاء النائم الفاشل كلكم فاشلين. سرقت البلد، دمرت البلد، نهبت البلد، فجرتوا، قتلتوا، خطفتوا، هجرتوا. يا بي معودين، ربع الشعب مهجر ومهاجر بالداخل والخارج، وربع بالسجون، وربع بالقبور، وربع يستجدون تحت المجسرات وأيتام وأرامل. عيب عليكم، عيب عليكم، استحوا والله العظيم. أكو إنسان يقعد منطقة، يجون الناس جيرانه داير ما دايره، يقولوا له يا بي أنت مو خوش إنسان، شيل أسبوع زمان، يشيل 17 سنة من بعد هذا النظام البائد، دمرتوا البلد، ولكم قوانين ماكو. عمي أنتم مو حطيتوا الدستور، مو حطة برايمر وياكم. نريد حصتنا من النفط والغاز، كل مواطن شريف يريد حصته، لأن احنا عانينا ما عانينا من النظام البائد وتطون الرضحة. احنا بالنسبه هاي الحكومه رافضيها، رافضين الاحزاب كلها ورافضيهم، واحنا رشحنا المتظاهرين، احنا من الشعب ما نريدهم، وخير يرجعون مين ما اجوا، ورافضين الاحزاب كلها، وكلهم حراميه ودمروا البلد وحطموا البلد وبهذلونا وشتتونا وشبابنا راحت كلها، فرافضيهم خير يرجعون مين ما اجوا. جايك يا وطن بس جايك من الموت، انا ميت كنت عظم. قبل كم يوم يعني صارت حملات دعم لوجستي من العلاج البغداد، دعم المظاهرين البغداد، انت على اثر الصوب عندنا مدير قطاع دكتور علي سجاد، يعني بعينه ضربوا بعينه. اما الادويه ما ادويه، اغلبها اغلب الادويه اللي قاعد تجينا هو من التبرعات، قسم الصيادله يعني قسم الصيادله والاطباء، اكو دعم يعني دعم كلش كبير. واحنا هنا هدفنا الاساسي هو اسقاط النظام، يعني من ضمنهم انا واقفين هنا قلت لك ابد ما فارقنا المظاهرات لحد هذا اليوم، وهدفنا الاساسي هو معروف، حالنا حال اخواننا المتظاهرين. اي متطلبات هالشباب هاي من ناحيه الخريجين غير وهاي معوقين، وهاي امور يعني ابسط مستلزمات الحياه هي ما قاعد توفرها، في حين لانفسهم يعني كلهم بده يصرفون على نفسهم مليارات خارج القطر. بس اما هذا تعال هسه بالليل وشوف الناس اللي راح توقف، كل شوي اعداد هائله كلها طالعه، اطفال صغار كبار ناس كبار عجائز شياب كلها طالعه في سبيل هالنظام الاكشر هذا، لان هذول هذا والارض فساد هالاحزاب هاي، ما يعني نسلم الله يكون الله يخلصنا منهم. اعتقلوا الخبز ممنوع لقمة تفوت، لا يشبع طفل ويفكر بتغيير. والله ايش جاي يصير، ايش جاي يصير، ايش جاي يصير، عميل المطحنة تشتغل لاجل الناس، هي وهذا شو اسمه يمكن اسمه شعير، شو يسوي له ويفتر بنص الليل، شي يسوي الهوى، شي يسوي الهوى يفتر بنص الليل. احنا هنا بصفتنا احنا هنا المحاضرين، وهاي خيمتنا هسه مثل ما تشوفون، هاي خيمة المحاضرين، الدعم هسه مثل ما تشوفون الشباب وهذا كله احنا من عندنا يعني دعمنا الخاص. اي يعني نجي تقريبا من الصبح لحد الليل احنا نخدم المحاضرين او نخدم التظاهره، في سبيل هماتين نخدم التظاهره، وتكون اهم شيء يعني هي تظاهرتنا مثل ما تعرفون يعني بام عيونكم بان هي تظاهرتنا سلميه. متظاهرين هنا ودن يعني دنشوف هماتين دنسوي الاكل احنا، وهاي يعني هماتين تقريبا هنا الحجيات يعني اقربائنا، وهنا هماتين البنات محاضرات ويانا دنسوي الاكل هماتين يعني للتظاهره في سبيل استمراريه التظاهره. المطلب الاساسي احنا تغيير الحكومه، لانه هي حكومه
ما سوت لنا شيء. هاي راح يصل لهم تقريبا بال 16 سنه هم ما سووا لنا شيء، ما سووا شيء، يعني لا تعبيد طرق، لا صحه، لا مدارس بها حظ، يعني كل شيء ماكو. ملعونه الكتب ترسى ورقها افكار، ملعونه ملعونه الكتب ترسى ورقها افكار، والطالب تعب من قسوه التحضير، عبوة بجنطته فتحت كوا مجرى، احنا هنا جاي ندعم المتظاهرين اللي بساحة التظاهرات بالاكل، يعني نجي نساعدهم ونقدم لهم وجبات اكل، اي دعم يحتاجوه احنا متوفرين، غالبا نجي يعني بين يوم ويوم او يومية حسب وقتنا. طبعا احنا مضربين عن الدوام لحين تحقيق مطالب الشعب العراقي جميعا، مطالبنا انه تتغير هاي الحكومة الموجودة حاليا والنظام بأكمله. احنا نريد نظام يلبي طموحنا ويعيشنا بمستوى ثروات يعني بلدنا، احنا بلد غني فلازم نكون يعني بمستوى هاي ما يمتلك من ثرواته، رغم اللي دا يصير يعني من عمليات قمع ببغداد وكربلاء والنجف والناصرية وغيرها من المحافظات اللي يعني تعرضت القمع من قبل يعني جهات ما نعرف منه او معروفة هي تابعة الاحزاب. فاحنا مستمرين ومرابطين هنا بساحة التظاهرات ونقدم اي دعم يحتاجوه، بالرغم انه الدم اللي جاي يطيح والشباب اللي انقتلت بساحة التظاهر، انه الحكومة جاي تقمع بعد ازيد. هذا يعني شيء واحد، انه الحكومة ما مهتمة للدم العراقي. تغسل قلوب الناس، وين ام الحلس تغسل قلوب الناس، عبد الله انذبح يستمع للتكبير، وين ام الحلس تغسل ذنوب الناس، عبد الله الرضيع انذبح يستمع للتكبير، ايش جاي يصير او لا تنطب علي. طالعين اليوم دعم المتظاهرين، احنا نركز عليه ونقول احنا نريد وطن ونريد شعب مستقل، نكون لنا سياده بهذا الوطن وكلمتنا مسموعه. فاحنا يوميا نجي اجيب عائلتي واجي اساند اخواني المتظاهرين والطلاب والشباب دعما للمتظاهرين. اولا احنا ما رايدين يعني اي شيء، بس نريد اهم شيء نرتاح بهذا البلد، صار له 16 سنه هو محتل، واموالنا وخيرات العراق دا تذهب هدر. فاحنا ندعو من الله عز وجل ان شاء الله ينصر العراقيين وينصر كل هذه المتظاهرين وينصر الشباب، واحنا مظاهراتنا سلميه. كل شيء ما عندنا، احنا بس جايين نطلب وطن. ليش عالخضرة طلعنا وليش عود اللي بصفر، حتى يزامن سبينا ويا سبيخة القمر. اذا ما داموا ويا زينب لازم نعيد النظر. طالع طالب حقي، اريد تغير حكومة هاي الفاسدة، جاي يوم هنا انا اوزع لفات ويا اهلي، اريد تغير هاي الحكومة، انا اريد وطن، يعني انا اريد وطن. والله ما يصير يعني هيجي تتغير الحكومة، يعني ما عندهم احساس، والله ما عندهم احساس. والنبي يعني طلعنا ملينا، احنا ملينا والله، ما يصير هيجي. احنا حد معتصمين بمحافظة بابل، شاركنا بعوائلنا بشبابنا باطفالنا نسائنا. طبعا هاي مناسبة عظيمة طبعا، انه احنا نسقط الفاسدين، نسقط الاحزاب. طبعا احنا معتصمين صار لنا اكثر من 40 يوم، شباب وشياب ونساء وعوائل طبعا كافة. طبعا جايين بسلميتنا احنا نقضي عليهم، مش قد حاولوا انه يقضون على المظاهرات بس اكيد ما راح يقدرون، لان احنا جايين بعزيمة، عزيمتنا انه احنا نسقط الفاسدين، وهذا كل اللي عندنا. احنا صابرين وخاف عبالهم من البرد او مطر او غير شيء، لا احنا منمل.
وطبعا شيء اكيد احنا باقين هنا بايتين احنا وعوائلنا. طبعا العوائل لها دور، النساء لها دور هنا، ساعدنا طبعا بالاكل، ساعدنا بالتنظيف، لهم دور كبير النساء، وهذا فضل من الله وفضلكم انتم، صوتكم صوتنا توصلوه عن طريقكم. هاي قبل يومين مجلس النواب لجنة الأمن والدفاع، سمعوا يا عراقيين، لجنة الأمن والدفاع قررت تشكيل لجنة تحقيقية بمقتل الشهداء المتظاهرين. شوفوا يا عراقيين، بعد 40 يوم يسوون لجنة حتى يعرفون معرفة، حتى يريدون يعرفون معرفة أسباب قتل المتظاهرين. هذا الدم الزكي وهاي الأرواح الطاهرة اللي راحت في سبيل تربة العراق يريدون يحققون بهاي اللجنة. ولكم أنتم لو عارية، لو بيكم حظ كطلعتوا من الطرف الثالث، اتحداكم اذا طلعتوا الطرف الثالث، طلعوا لنا واحد من دس، بس واحد من دس، طلعوا لنا واحد قناص، ما قدرتوا تطلعون ولا واحد، ولا تجيبون الجنات، ولا تحاكمون الجنات، ولا تحاكمون الارهابيه، تريدون هسه تسوون لجنه تركبون الموجه؟ وشوفوا يا عراقيين، شوفوا هاي الابطال، شوفوا هذول الاطفال والزلم والنساء، وحتى النساء، وحتى البنات، واصحاب القمصان البيضاء، رفعوا راس العراق، سووا قيم واخلاق، سووا مبادئ جديده، لانه تواصلوا بساعه التظاهر. لا زالوا هم بساحة الحرية وبكل محافظات المنتفضة، لأنه ليش عندهم غيرة وعندهم شرف؟ عكسكم انتوا قاعدين بالبيوت، والله العظيم ما تستحون ولا عندكم غيرة، لأنه انتوا لو تبيكم خير تجون ساحة الشرف والكرامة، ها هي الساحة، والله العظيم تعالوا بالليل شوفوا الناس اللي نايمة بالخيم بالبرد، كاتلة البرد، لا صوبة ولا حطب ولا كل شيء، وانتوا قاعدين جوا المدفئة وجوا الفراش على متحدث شنو تحافظون على بيوتكم. تعالوا هنا أنا وساعدوا اخوانكم، والله العظيم الكثره بالشجاعه، خلصير كثره هذول الاحزاب وهذول العصابات، ما يطولون يومين، هاي الثوره ما طولت يومين ولا دفعنا انهار من الدماء، لكنه لانه انتم ما تستحون، ظليتوا وظلوا هذا الجيل، هذول نواة الثوره. يريد ولايه هي هاي علم العدس وغيره، بس لا يطلع لنا من الفاصوليه. اقول له شو تعمر بعد؟ هسه هذا الباكر راحوا والجعفري بدون اسماء 90 سنة و80 ويتعارك على الكرسي ويا العلاوي، شو تعمر بعد 90؟ الله عليك
بالخدر. ممنون ممنون.